جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية. شوفي، ليش لساتك قاعد؟ مو رايحة المحكمة؟ لا مادفي، ماني رايح، ما عندي جرأة اني اروح على المحكمة اليوم. بأي عين بدي اقول للمجرم اللي واقف قدامي انه غلطان ومرتكب جريمة، وانه هالشي مانو قانوني، وبالوقت نفسه اللي ابني انا عامل شي مو قانوني. انا فهمان عليك، وبعرف انك متضايق كتير من بولكيتو من الشي اللي عمله، وبعرف منيح انه انت عندك مبادئ وما بتحب تتخلى عنها، والقانون بالنسبة لك شي مهم. بس لا تنسى انه بولكيتو صغير وما لازم تتوقع منه يفكر مثلك، لأنه لسه مو واعي. مزبوط، مو واعي لحتى يقدر يفرق بين الغلط والصح. وبعدين هو هلأ بعمر المراهقة، وهالشي بيخليه يتأثر بالناس اللي حواليه. أنا بصراحة حاسة إنه لازم حدا يورجيه الطريق الصح لبولكيت، وكمان لازم نحنا نفهمه هالشي. هو بحاجة لأب يوقف جنبه، لأنه السبب اللي خلاه يغلط هيك إنه ما بده إياك تتضايق، كان بده إياك تكون مبسوط بنتيجة الامتحان. هي هي كل القصة. بعرف إنه الطريقة اللي عملها غلط، ومن حقك إنه تعصب عليه. حاول تحكي معه أنت، وأكيد هو رح يفهم عليك. لا مادفي، هو ارتكب جريمة وأنا ما رح أقدر حاكيه ولا سامحه. بس هيك ما بيصير. عمو، بدي أحكي معك بشغلة مهمة. مو هلأ جانجا، بعدين. إذا بتريد عمو ضروري تسمعني. خلصنا بقى جانجا، مو هلأ، ماني رايق، بعدين منحكي. تعالي مادفي. 2 2 4 2 2 4 8 2 4 12 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 9 18 2 10